السلام عليكم احبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ اليوم غادي نوريكم اثمنه الحولي في سوق الاربعاء تيفلت، خليكم معنا. شحال اخويا هذا؟ 68 الف ريال البيع ديالو ارخص من 40 الف. الله عارف الحاجه، كسبتنا مبيعي ما شاريين. خويا شحال هنا؟ سلام، كدير بخير؟ هانيا جاري في الزهر، بارك الله فيك. الحمد لله، دير شويه كل شيء مزيان الحمد لله. ربي يخليك بارك الله فيك. شحال هاد الخيرات؟ هذا شحال قلتي هذا؟ هذا 52. واش بعثي لي؟ راه باقي راسل. زعما شويه ماشي بزاف. ودي شحال توالي؟ ها؟ 52 وهذا؟ 51. مرحبا شحال هاد الخير هاد؟ 53. 53 لواحد؟ لواحد. لا 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 شحال اللي بغيتي؟ شحال هذا؟ عطاوني فيه 70. 70 80 ولا جاب الله 80 ولا 80 والله احسن العوان ديال القسيمه ديالك. واش عمرك؟ لا شحال قال؟ 68. شو هذا؟ شحال هنا ديال 80؟
ها شحال هذا
لا تهمل بشهر انا مبغيش
والله تقنسي
كيكذبوا على خاص بها شوف هذه
هذا عاطين فيه 70 وهذا 74 ديالك سيب ما عندك شنو تخلي نردوه للدار تنجيبوه لك ها Thank you.
مرحبا بي، وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى يعجبكم ويكون نال الإعجاب ديالكم.